بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا انك العزيز الحكيم. النهارده هكون في مقدمه في برنامج مؤثرات فيديو 2. هنحكي النهارده عن الاضافات اللي احنا ممكن نضيفها على الافتر افكت. انا في عندي 3 انواع من الاضافات: السكريبت، الاكستنشن، البلاجن. تمام. السكريبت هي عبارة عن كود برمجي بيكون بلغة الجافا سكريبت. هذه الإضافة بتعمل لي أتمتة، أتمتة بعض الخطوات اللي أنا بحاول أنا أنفذها بشكل تكراري أو بشكل مثلا متغيرات عشوائية، بس بشكل تكراري متغيرات عشوائية أو بشكل تكراري صرف، يعني زي مثلا الخطوات بتاعتي او حركة المشي. زي ما حكينا ان هو هذا بيكون بلغة الجافا سكريبت. في زي الامتداد بتاع السكريبت بيكون جي اس اكس او جي اس اكس بن. الحاجة التانية عندي الاكستنشن بتكون تطور في الجافا سكريبت، في السكريبت. تمام. هي عبارة عن برضو عن سكريبت، لكن بيكون معمولة بأكثر من لغة: جافا سكريبت والـ HTML والـ CSS. الـ extension احنا بنضيفها عن طريق هنا extension ويكون موجود هنا. تمام. عندي النسخة عشان مش كاملة. تمام. بيكون موجودة هنا الاكستنشن. الحاجة التانية، الحاجة التالتة، تالت حاجة اللي هي البلاجن. البلاجن عبارة عن كود معمول باللو ليفل لانجويج السي أو السي بلس بلس، بيدخل عن طريق السكريبت أو عن طريق الاكستنشن بنضاف فيهم. ده بيكون شغله على الهاردوير، يعني بتدخل السي بي يو في الصورة نفسها على البيكسل في الميموري، فيكون شغل أقوى من السكريبت. بيعطي السكريبت قوة. مثلا لو نضيف عليها بلجن، احنا هنتعامل في المحاضرة الجاية على سكريبت باسل. سكريبت باسل حابين ان احنا نضيفه، هنروح على هنا على ويندوز نكتب دوك باسل. تمام. في عند الموقع راني بوكس لاب، هنخش عليه. تمام. عملية التنزيل من هنا داونلود، ننزل عندي. تمام. هكون مضغوط، هنفك عنه الضغط، نروح على رايت كليك على البرنامج، أو قوة البرنامج، كمان رايت كليك بروبرتيز، نعمل هنا اوبن فايل لوكيشن. في عندي مجلد السكريبت نفتحه، في سكريبت بانل ننسخ فيه ايش السكريبت اللي احنا لما نعمل اكستراكت للبرنامج للملف اللي نزلناه. في عندي سكريبت بانل، هذا بنسخه، نعمل هنا كوبي. وهنرجع على موقع الملف الأصلي سكريبت، نضيفه هنا. تمام. مضيوف عندي. بعد كده نروح نضيف الأدوبي أفتر إفكت ونعيد تشغيله. هنروح على ويندو، هنلاقي دوك باسل 2.jsx. او في طريقة تانية اسرع، ان احنا نروح على فايل سكريبت ونعمل ران سكريبت. في
في فيرجن 2021 هيكون في عندي هنا في الفايلز في السكريبت في انستول سكريبت، بس احنا مش موجود عندنا في ال 17، في هنا انستول سكريبت بيكون موجود في 2021. ودي بس مقدمة ان احنا ايش انواع الاضافات الموجودة عندي في الافتر افكت، وازاي ان احنا نضيف دوك باسل للافتر افكت. تمام، المحاضرة الجاية ان احنا هنتعلم ازاي ان احنا ننشئ حركة، ان نضيف ايش انواع الحركة اللي عندي ان هنضيفها ونشتغل على التاك بس. تمام، الله يعطيك العافية.